بمطار تونس قرطاج الدولي حلت فجر اليوم طائرة تابعة للخطوط التونسية وعلى متنها 55 تونسيا و12 حاملا للجنسية الأوكرانية إلى جانب جزائري وأردني تم إجلاؤهم من رومانيا وبولونيا. عن صعوبة الوضع في أوكرانيا ورحلة الخوف نحو الحدود حدثنا البعض. تخاف وكهو تخاف وتعرف روحك تنبات سوتيا معناتها غاديك وكهو. بالنسبة لمدينة خاركوف وين أنا عايشة فما ضرب غادي بالحق، ضرب مش عادي، والترينوات يعني بالحق صعيبة، السيتواسيون صعيبة ما نجمش بنوصف. الأماكن اللي فيها الخطر برشا ما صعيب الخروج منها بالطبيعة. احنا هربونا تهريب معناتها في الترام، طلعونا كلنا مع بعضنا كلنا بالدز. واليوم الرحله كانت زاده متعبه اللي برشا انتظرته. اليوم انتظرنا برشا، لأننا من الصباح من 6 متاع الصباح هنا في المطار في بولونيا. رحلة الإجلاء من أوكرانيا تعد الرابعة التي قامت بها السلطات التونسية. اليوم الرحلة هذه كانت مشيت معناها بكاريست في رومانيا وبعد عدت بولونيا وجابت معناها التوانسة اللي عالقين وضو. وتتواصل رحلات الإجلاء بالطبيعة طالما فما توانسة مازالوا عالقين في الخارج. إذا كان فما عدد من التوانسة مازالوا معناها يحبوا يسجلوا رواحهم لدى السلطات الدبلوماسية والقنصلية اللي عندنا غاديكا في رومانيا وفي بولونيا، احنا مستعدين باش نجيبوهم ورحلات الإجلاء تقعد متواصلة إلى حين إجلاء آخر تونسي إن شاء الله. يشار أنه تم منذ بداية مارس الجاري إجلاء أكثر من 400 من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا عبر رحلات جوية أمنتها طائرات مدنية وعسكرية انطلاقا من رومانيا وبولونيا.